تنضم إلينا الاختصاصية الاجتماعية كبرياء الساعور من غازي عنتاب التركية. أهلا بك سيدة كبرياء، صباح الخير. يسعد صباحك. يبدو في تأخير بالاتصال، أهلا بك. يعني دائما في معضلة اللي هي الصداقة بين الرجل والمرأة بالمجتمع، بعضهم يرحب بالفكرة وبعضهم الآخر لا، بيقول ما في صداقة، خاصة بعد الزواج. يعني بيصير في غربلة إن كان من قبل السيدة أو من قبل الرجل المتزوج، ما رأيك بالفكرة؟ يسعد صباحكم مرة تانية. يعني تغيير الأصدقاء أو أحيانا خسارة الأصدقاء بعد الزواج واردة كتير بكل الثقافات، أنا برأيي، بس مو بثقافتنا فقط. يعني إذا عن لأنه المتزوجين بعد ما يتزوجوا بتتغير أولوياتهم، اهتماماتهم، ممكن أحيانا مساحة الوقت اللي بيعطوها لاثنيناتهم مع بعضهم أحيانا تاخد كتير من الاهتمام، فبتتغير حتى بتتغير نوعية الأصدقاء يعني أحيانا يعني، وخاصة وقت بيكون في أولاد. ففي أسباب عديدة بعتقد لأحيانا لأن التغير هذا صحيح الزواج، لكن هذا صحيح، ولكن هذا الشكل العام، يعني هذا الشكل العام الصحي. انه يعني بنشغل بصراحه لما اي شخص بيتزوج بصير بينشغل بالعائله اكثر، فبتخف صداقاته وطلعاته وهالقصص اللي كان يساويها. بس نحن عم نشوف شكل اخر، يعني عم تكون الزوجه هي سبب اساسي في غربله يمكن صديقات زوجها او بالعكس. يعني هلا عم تشعر الفتاه بتهديد مثلا، خاصه بالمراحل الاولى الخطوبه او بدايه الزواج؟ هلا اكيد اذا عم نحكي عن مرحله الخطبه، يعني مرحله جديده، يعني طبعا ممكن الطرفين، ممكن الخطيبه او الخطيب اثنيناتهم يكون عندهم احساس بالتهديد من الطرف الاخر، او احيانا ما يتقبلوا اصدقاء الطرف الاخر. وعاده يعني ممكن الرجل ما يقبل كل الصداقات، وخاصه اذا مثلا اصدقاء من جنس اخر، يعني مو نساء مثلا، ممكن ما يتقبلون، يحس بتهديد مثل ما حضرتك تفضلت يعني. وأنا بعتقد هاي القصص بتجي بإطار، أنا يعني بعتقد بإطار الهيمنة والسيطرة، يعني تماماً مش ضمن علاقات صحية يعني. فغالباً ما بيميل الرجل لأنه هو يكون، خاصة الشاب، أنه تعرف على أنه خطيبته ما بتعرف حدا غيره، كل الأولوية والمساحة لإله. وأيضا كمان ممكن الخطيبة نفس الشيء يكون بدافع كمان الغيرة، بدافع الخوف او عدم الثقه او الشعور بالتهديد، او بجوز ما في يعني يتقبلوا. احيانا بيكون في اجواء مختلفه للاصدقاء واهتماماتهم للطرفين. صحيح. طب ست كبرياء، بصير هذا واحيانا في حالات مختلفه، طبعا مو كل اللي بيخطبوا بيتركوا في صداقات طويله ومتينه وبتستمر طبعا. بس فجاه بنلاقي حالنا هيك محذوفين على وسائل التواصل، وخلص المبرر انه انا خطبت وخطيبتي ما بتقبل انه انت تكوني صديقتي. هذا الشيء بالواقع ممكن انه يكون مفهوم مثل ما ذكرتي، ان كان شيء بالحياة بالمجرى الطبيعي اللي عم بيصير اللي هو الانشغال أو تغيير يمكن مفهومنا بالحياة، ولكن اليوم حتى مواقع التواصل الاجتماعي عم بتشكل تهديد وخطر كتير كبير. يعني اليوم حتى بموضوع إذا ما كان كتير صديق، لمجرد أنه يمكن عاملين متابعة لبعض، بتواصلوا مع بعض كونهم زملاء بنفس المجال، عم بيكون في خطر على هذا الموضوع. ومثل ما ذكرت فجأة بنلاقي حالنا انه نحن محظورين، او هذا الشخص لا بيتابعنا ولا نحن بنتابعه ولا قادرين انه نتواصل معه. ممكن كثير يعني احنا بمجتمعاتنا يعني بشكل عام الصداقة مثل ما حكيتوا انتم بالتقرير بين ما انا مقبولة احيانا ما بتقبلها او بتعامل معها بعدم الثقة، او يعني بده يكون كثير العلاقة قائمة على الاحترام والتفاهم والثقة الكبيرة لنوصل، يعني في حالات استثنائية لحتى يكون في إمكانية، لأنه الطرفين يكون عندهم مساحة من الأصدقاء. فأحيانا ما بيتقبل لا الخطيب أو الخطيبة إذا عم نحكي بمرحلة الخطبة. كيف فينا نخلق هذا الشيء؟ يعني أحيانا مواقع التواصل، أنا دائما بحس إنه مواقع التواصل كيف نخلق هذا التفاهم؟ تماماً.
كيف تقدر ان تفهمه انه انا هدول اصدقائي رح يكملوا بحياتي وهو بنفس الوقت يقدر يحسسها انه هاي مجرد صديقه ولا ممكن انها تتعدى الخطوط مثلا اكثر من هيك؟ بعتقد هي هي مساله كثير مهمه وبتعود لشخصيه الشاب او الصبيه، يعني قديش عندها استقلاليه وثقه بحالها، قديش عندها رؤيتها وفلسفتها للحياه، يعني ما هي بتقبل انه تكون هي تابعه وحدا يصادر لحريتها يعني ويمني عليها مين الاصدقاء. فاذا كانت هي شخصيتها مستقله سواء كان الشاب او الصبيه يعني، فبعتقد العلاقه المبنيه على الاحترام وعلى الثقه والصراحه اكيد مو سهله هي المساله، بدها حوار، بدها نقاش، الصدق والانفتاح بدون ما اني انا خبي او كذا. فبعتقد ممكن تكون طريق يعني لانه فعلا الطرف الاخر يقبل الاصدقاء يقبل العلاقات، واذا كان بيحترمها فعلا مثلا يعني وبيقدرها بعتقد لازم يقدر خياراتها بالصداقات وبالحياه يعني. الا مثل ما حكينا الا في حال احيانا محاولات هيمنه او سيطره او نعمل مسحه لكل الناس يعني انه هو التاريخ بيبدا معه مرحله الخطبه تبعه وبالتالي كل شيء لازم نمسحه بصير يعني. شو السبب كمان سبب انا بعتقد يعني شكل مو صحي من العلاقه، يعني هل السبب هو خوف مثلا؟ السبب عدم الثقه بالنفس ممكن احيانا الغيره مثلا العقليه ايه الخوف احيانا الخوف طبعا الخوف قلة الثقه بالنفس يعني ما نواثق بحاله خايف او نوع من الهيمنه او العقليه الذكوريه صراحه اللي بيعطي ما بيسمح اي حريه لشريكته بالحياه يعني وما بيقبل يعني وبيضيق عليها المساحه يعني او حتى العكس تماما من قبل النساء ايضا هذا الموضوع لانه عم بيكون موجود اكثر من قبل او العكس تماما النساء تمام. طيب قادر اليوم الشخص ان كان ذكر او انثى اليوم يضحي بعلاقه سنين ممكن تكون طويلة وعشرة عمر وخبز وملح مثل ما بيقولوا، أسرارهم كانت مكشوفة على بعض، عايشين مع بعضهم كل هاي الفترة، يضحي بهاي العلاقة الكبيرة إذا عم نحكي كصديق صديق لمجرد أنه بدي بعلاقة تانية؟ وعلى أي أساس قادر يأخذ هاي الخطوة؟ أنا بعتقد يعني هاي المسألة أنا برأيي بتتوقف المسألة على مدى عم تقولي صداقة وإلى تاريخ هاي الصداقة الطويلة وإنه بيعرف يعني عن بعضهم الأشخاص يعني في كتير وحدة حال بيناتهم. فأنا بعتقد مو بهالبساطة يعني ممكن أحيانا الحب والعاطفة إذا يخليه إنه يركز على الشريك سواء ما حكينا بس أبدا أنا بعتقد دائما وقت اللي إحنا بنخسر أصدقائنا أو في ظرف ما بيحتم علينا بيأثر بالمستقبل على مستقبل العلاقة يعني بيشعر إنه في تضييق الرجل أو المرأة يعني وفي تضييق عليه إنه يخسر أصدقائه هني حياته بحس لأنه في مسألة كتير مهمة بمنظور العلاقات الاجتماعية بمنظور على من الجانب النفسي ومن الجانب الاجتماعي وخاصة العلاقة بين الزوجين أو اللي بدهم يبنوا حياتهم أسرة لازم يكون في مساحة لاثنين. إذا ما في مساحة لاثنين واستقلالية اثنين هذا بيأثر بالمستقبل حتى على استمرارية هالعلاقة حتى على أنه تكون علاقة صحية ما تكون تتحول لروتين أو تتحول صح. ل... أحيانا بيوصلوا زوجين بطلوا بالمستقبل يعني يكون في أي شيء مشترك يوصلوا حتى للطلاق العاطفي لو هني عايشين بنفس البيت لأنه بالنهاية ما قدروا يعيشوا يكونوا هني أنفسهم ما قدروا أنه يكونوا يعبروا عن خياراتهم. فوقت الرجل بيفرض على المرأة مثلا أنه تلغي صداقات أو بيتحكم بنوع الصداقات أو يتدخل مين والله بدها تتابع على مواقع التواصل صايرة أو تحط لايك لحدا ممكن حدا يغضب إذا مرته أو خطيبته حطت لايك لحدا أو علقت والعكس صحيح يعني مشان نكون منصفين أنا برأيي هذا بيقزم العلاقة وبعدين حتتحول هاي العلاقة تضمر يعني أو تبطل علاقة حية علاقة قائمة على فعلا أنه تنمو لأنه علاقة الزواج هي بده يشتغل عليها باستمرار وبدون هاي الصراحة بدون فعلا هذا التقدير وأنه أنا أعطي للطرف الآخر مساحته
كثير مسألة مهمة إني أنا يكون لي مساحتي الخاصة، ما بدي ألغي للطرف الآخر، ما بدي ألغي شخصيته، ما بدي غيره وأعمل له يعني حطه بضمن قالب أنا بشوفه فيه. البشر ما نون هيك، وبالتالي بنعكس سلبا بالنهاية على. طب هل يمكن تغيير، لننهي هذا الجزء الأول من حديثنا فيما يتعلق بالصداقة بين الرجل والمرأة وتأثيره طبعا على العلاقة الزوجية، هل فينا نحط حد للشريك؟ هل في أسلوب معين خاصة إذا كان الشريك متمسك جدا برأيه فيما يخص مثلا عدم متابعة الجنس الآخر على وسائل التواصل أو ما إلى ذلك؟ يعني بعتقد وقت يعني هي بتتوقف، ما في يعني وصفة مثل ما بيقولوا للعلاقة بين اثنين، هن قديش بيقدروا يعني يكون فيها الحوار بيناتهم، قديش بيقدروا يثبتوا يعبر عن وجهة نظره مثلا بحيث انه يحافظ على هاي الحدود على الأقل الشخصية، يعني الحد الأدنى. أحيانا في ناس بيطيعوا هذا مثل ما بيقولوا بيستسلموا لهذا لطلبات الشريك بشكل كامل، وبالنهاية بيكون مع الوقت بطل في يعني ارتاحوا من وجع الرأس في البداية، أو بطل له ملامح شخصيته الحقيقية واضحة، وبيفقد كتير، بيخسر كتير من عالمه، بيخسر من أصدقائه، بيخسر حتى الأوقات اللي هو ممكن يعمل فيها نشاطات اجتماعية أو هواياته وبينكفئ على نفسه، هذا بيأثر وموجود هذا الشيء. يعني قديش بيقدر بنعكس على حسب شخصية، قديه بتقبل، قديه عنده إمكان عقلانية ومنطقية ليتقبل هذا الشيء. في البعض ما بيقدروا يتقبلوا، بدهم يعني يعني يفرضوا كل شروطهم لحتى، وأنا بعتقد بدهم يسيطروا أو يستأثروا بالشريك الآخر، وهذا برأيي بنروح لعلاقة ما صحية. طيب أقل ما يقال عليها هيك. ست كبرياء، شو تحليلك لظاهرة، ما بعرف إذا فينا نسميها أساسا متلازمة خطيبة أو التباهي بهي الكلمة، بصير هو محور الحديث، موضوع أنه أي شيء بصير بده يتعلق بالشريك في مرحلة الخطوبة إذا فينا نسميها، أيضا وجود المحبس، حركة اليد كل الوقت، الصور، التباهي بهذا الموضوع بطريقة ممكن يكون فج ومزعج لحوالين الشخص، يمكن كان من أصدقائه أو حتى بأماكن عمله أو حتى اللي على السوشيال ميديا. هلأ إحنا بمجتمعات يعني بتنظر نظرة تقليدية للنساء، ما زالت مجتمعاتنا تنظر نظرة تقليدية للنساء وبتعتبر الدور الرئيسي للمرأة هي أنه تتزوج وتجيب أطفال، الدور الإنجابي هو الأساس يعني، وأنه تتزوج، وأنه تتزوج أو بتلاقي شريك حياتها أو بتخطب معناتها هي بترتفع تقديرها ومكانتها الاجتماعية. طبعا أكيد مو كل البيئات، بس إحنا بدنا نعترف أنه هذا واقع، وهلأ بهالظروف ما حدا عم يتزوج، فيعني حتى الصبايا وقت يعني بتلاقي خطيب، يعني بسوريا إذا بتسألي بنت إنه خطبت دغري بيسألوها أنت خطبتي يعني أونلاين ولا العريس موجود تماماً. يعني ففي أزمة عملياً بمعضلة بالنسبة للشباب والصبايا إنه يتزوجوا. فبالضبط يعني ففي ظاهرة يعني أنتوا حكيتوا عنها سابقاً إنه عزوف الشباب عن الزواج، فتيات يعني ارتفاع نسبة الفتيات بدون زواج نسب عالية جداً يعني يعني رح تتحول لظاهرة، فبعتقد يمكن هي بتفسر هاي الحالة. هو الموضوع يعني قديم، في مواقع التواصل احنا بمواقع التواصل بنحب نتباهى دائما، نعمل شو يعني من اي شيء، يعني اذا طبخنا طبخه في ناس مثلا عملوا اكل بيعملوا على مواقع التواصل، ففي ناس بيحبوا يعني يعملوا احتفاليه احيانا مبالغ فيها على مواقع التواصل. هلا مثل ما ذكرتي سيده كبرى، يعني الموضوع قديم، موضوع التباهي بالمحبس وبالخطيب وما الى ذلك، ولكن يعني علاقه الواقع السوري حاليا فرض زيادات على هذا الموضوع، يعني قله العرسان مثلا بتخلي الفتيات يتباهوا اكثر، ام في ترسبات نفسيه للموضوع، ام شو؟ خلينا نختم بهذا الموضوع. انا بعتقد كل العوامل، يعني اول شيء العوامل مثل ما حكينا دائما النظره التقليديه، وان كانت هي النظره عم تتغير لانه الان عندنا
فتيات وصبايا وشابات هن مستقلات، هن عم يعيلوا عائلاتهم، هن عم يشتغلوا ويسافروا، في قيم عم تتغير، لكن هي النظرة موجودة. يعني إضافة لأنه وقت عم نحكي عن الزواج، وقت إذا كنا عم نحكي عن سوريا، ففي انخفاض فعلا بنسب الزواج، يعني لأنه أسباب عديدة، ما في شباب، الشباب أغلبه سافر، الشباب نتيجة أنه إذا مطلوب للجيش أو نتيجة الأوضاع الأمنية والصعوبات بسوريا، الأوضاع الاقتصادية أيضا، فكل هاي العوامل عم تلعب دور. يعني إحنا عشنا عم نعيش أزمة إنسانية مضى عليها أكثر من عقد، وأثرت على الأسرة وأثرت على كل منظومة هاي القيم بالمجتمع. على الجانب الآخر سيدة كبرياء، يعني هناك تفاخر من قبل الفتيات بالمحبس والخطيب وما إلى ذلك، أما الشباب بالعكس بلاقيهم على قولة المخرج عمر، هلا خليت تسمع مرته، عم يقول إنه الشباب ما بيحبوا يلبسوا خاتم وبيخبوا وما بيطلعوا بالسوشيال ميديا، لأنه بضل تارك خط رجعة ومشان ما يخسر يمكن المعجبين اللي حواليه، بقى بيحاول هذا الموضوع، ما بعرف ليش بيتباهوا فيه اساسا مع انه عارفين انه هذا شيء. الفرق بين الرجل والمراه تماما الاخلاص، انه هي دغري حبت عليه، ما حكينا بنظره المجتمع للرجل، الرجل عنده حريات وخيارات، والزواج يمكن ما بيعطي، ما بيغير له مكانته، ما بيعمل نقله نوعيه بمكانته الاجتماعيه، لكن الفتاه وقت تتزوج او بتلاقي عريس هيك المجتمع تبعنا يعني، فبصير في نقله نوعية. هذا بعتقد أحد الأسباب يعني. وإن كان هلأ في شابات ما بدهن يتزوجوا، أو على الأقل إذا بدهن يتزوجوا فبدهن يتزوجوا ضمن شروط كتير جديدة، ما عاد تقبل إنه تكون غير مستقلة، ما عاد تقبل إنه حدا يصادر لمساحتها وحريتها وصداقاتها، في تغيير. لكن هذا النظرة الاجتماعية اللي بتعطي إنه فتاة بس تخطب أو تتزوج زادت أسهمها بالمجتمع وبالمكانة تبعها. شكرا كثير لك على هالحوار اللطيف، البحث الاجتماعي كبرياء الساعور، شكرا لوجودك معنا ونهارك سعيد. شكرا لك، نهارك سعيد.